السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم درس جديد بعدنا مع الـ Error والـ Exceptions، درس رقم 68 في جافا. احنا أخذنا بالمثال السابق، لو نرجع للـ Eclipse، أخذنا بالمثال السابق الـ Error، حالات الـ Error اللي تظهر لنا بالـ Time وبالـ Runtime، وعرفنا أنه احنا هنا مثلا هسا هذا الكلاس اللي أنا سويتها، خلنا نغلق هذا. يس اوكي، هذا الكلاس الثاني اتصور، او ايهما الكلاس الثاني حتى لا اوكي هذا هو الكلاس الثاني. ماشي، الكلاس الثاني هو نسخه من الكلاس القديم اللي كان بالفيديو القديم. فاحنا من هنا قلنا اذا نفذ هذا ما راح يتعرف عليه، فمن نجي نقول له ران راح يطلع لنا الايرور وين؟ بالران تايم ايرور. زين، احنا قلنا حتى نتعامل مع هذا لازم نتعرف على شيء اسمه object. الobject هذا هو exception، نتعامل مع الexception class. زين، هسا أنا في حالة أيضا بالدرس السابق طبعا احنا أخذنا إذا أنا جيت عملت statement آخر، وهذا ال statement طبعت بيها print، خلي يكون أوكي، طبعت بيها اسمي بالحالة أني هذا الستيتمنت ما بيها أي مشاكل، لكن الستيتمنت السابقة بيها مشاكل. فلما أعمل run راح ألاحظ أنه الايرور موجود وماكو أي تنفيذ للستيتمنت الآخر. هنا ايش صار؟ البرنامج مالتي توقف، والجافا جدا يقول لي crashed، أنه أنا برنامجي صار crash، اتدمر. حتى أقدر أحل هاي المشكلة وحتى أقدر أسوي handle. handle معناته شنو؟ handle احنا قلنا أنه هاندل مثل تحويل المهمة. يعني مثلا انت، انا اعطيتك مهمة انه انت تصنع برنامج، انت مشغول فتعطيه لصديق اخر، او انت ما عندك وقت تعطيه لصديق اخر. هذا معناته هاندل، انه انت تعطي المهمة لشخص اخر او تأخذ مهمة من شخص اخر. هسه حاليا انت عندك عندك الجي في ام، الاكسبشن مالته هو اللي يعمل الهاندلينج من عندك. لكن هسه حاليا احنا ما نريد يطلع لنا هذا الايرور، لان هذا الايرور ممكن يكون مخيف للمستخدم او يكون غير مفهوم له، لانه هو مو مبرمج ما يخص هذا الشيء. فحتى نكون احنا اكسبشن اوبجكت نحتاج الى انه نتعامل مع شيء اسمه ستيتمنت، اسمه اللي هو تراي اند كاتش. try method الفكرة من عنده انه انت تستفاد انه تعمل handle لمهمة الايرورز اللي تظهر لك بالrun time. اوكي، حتى اقدر استخدم try and catch. طبعا try and catch ممكن انت تكتبه try و catch. try هو يكون واحدة، لكن ممكن يكون عندك اكثر من catch، اي بمعنى انه انت ممكن يكون عندك block واحد للtry ومجموعة catch تحتها. هذا اكيد راح ناخذه بالدروس القادمه ان شاء الله. هنا اذا حبيت انه اني هذا الايرور اللي دي يظهر عندي اعمل لك كاتش حتى اقدر انفذ بقيه البرنامج، مجرد انه اني اعمل سيلكت للسطرين، هذا اعمل رايت كليك، الايكليبس يعطيني كثير ادوات انه اقدر استفاد من عنده لتسهيل عمليه الكود عن طريق الريفاكت surround، عفوا surrounded with، اجي اختار شنو؟ try catch. اول اختيار try catch، لما اعمل كليك الاحظ انه الايكليبس اعطاني الكود اللي بيها خطأ من ضمن البلوك try. بعد ذلك اعطاني catch، الكاتش في داخل الobject الداتا نوعه exception مع variable اسمه e. حتى تأخذ فكرة عن الإكسبشن وكيفية عمله، بمجرد ما يحدث عندك خلل أو بمجرد ما يحدث عندك خطأ في الرن تايم، أول ما يحدث الخطأ الإكسبشن حيعمل لك فاريبل. هذا الفاريبل أوتوماتيكياً يتولد في داخل الإكسبشن على شكل إنستانس ميثود في داخل الإكسبشن، أو ممكن يكون هذا الفاريبل ينفذ عن طريق كلاس آخر من ضمن السب إكسبشن. أي بمعنى أنه أنت راح يكون عندك variable اللي هو هذا الـ E، اللي هو سوالك هي auto generate، اللي هو ولده أوتوماتيكيا
من ضمن الكلاس اللي هو الاكسبشن، او من ضمن كلاسات فرعيه العائده للاكسبشن للانستانس ميثود. فاني اذا اجي احذف هذا ديليت وابقي فقط، لاحظ هنا الاي وهذا هو شنو الميثود، الميثود للاكسبشن. فلما اجي اعمل ران اقول له اوكي، الاحظ انه لو كبرته الاحظ انه الايرور ظهر لي، اضافه الى ذلك ترجم لي هذا الايرور مع ظهور محمد عيسى. لو لاحظت انه اني سابقا الاكسبشن قبل اضع التراي اند كاتش كان ما يكمل عمليه الكود، يعني ما كان يكمل البرنامج للاخير وانما كان يعطيني الايرور فقط. فهنا الفكره انه احنا ممكن نحاصر هذا المشكلة، نعمل له محاصرة عن طريق التراي والكاتش. أي بمعنى أنه أنت إذا ظهرت لك إيرور جرب هذا الكود وامسك كاتش، امسك هذا المشكلة اظهر لي، لكن أكمل بقية العملية. بهالحالة أني ظهر عندي الإيرور، لكن بعد ظهور الإيرور أيضا استمر بعملية التنفيذ. طبعا هذا الايرور حيكون مخيف جدا للمستخدم لانه ما راح يعرف هو ايش يستخدم. نتوقف لهنا ونكمل وياكم الدرس القادم كيف انه احنا نعمل الاكسبشن خاص بينا. مع السلامه.